ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطلابنا الأعزاء. نكمل مع بعض ورك شيت 8 بيج نمبر 19. هنحل، وقفنا المرة اللي فاتت عند نمبر بي من question 2. بيقول لي هنا mentions one use for each of the following. أول حاجة بيقول لي هنا أذكر استخدام واحد لكل واحد من اللي جايين دول، liquid sodium و radioactive cobalt 60. الليكويد صوديوم احنا عارفين ان هو بيستخدموه في ان هم بينقلوا بيه الهيت من داخل النيوكليار رياكتور لخارج النيوكليار رياكتور عشان نستخدمها ان احنا ننتج الكهرباء او الالكتريستي. يبقى نقول ان ترانسفيرنج هيت فروم انسايد ذا نيوكليار رياكتور to outside the nuclear reactor to be used to obtain vapor energy required to generate electricity. يبقى كده عرفنا ان الليكويد صوديوم بيستخدم في transfer the heat from inside the nuclear reactor to outside to be used to obtain vapor energy to generate electricity. طيب الكوبالت radioactive 60 in food preservation. تمام، in food preservation. تمام، بنستخدمه في حفظ الطعام. طيب بيقول لي هنا put true all wrong then correct what is wrong. بيقول لي قول مين فيهم اللي صح ومين الغلط وصحح الخطأ. تمام، halogens are monovalent electrons. الهالوجين monovalent، true طبعا صح. ليه؟ لان الهالوجينز كلها في الايه، في جروب 7. تمام، والجروب 7 طبعا احنا عارفين 7 يبقى في الاوتر موست 7 الكترونز، يبقى عايزه 1 الكترون كلهم يبقى مونوفالنت. تمام، طيب تعالى هنا البويلينج بوينت اوف ليكويفايد نيتروجين از 196 سيليزيوس نيجاتيف. طبعا دي برضو ترو. تمام، طيب bromine is a halogen which exists in a solid state. البرومين يعتبر هالوجين وموجود في الحالة الصلبة. طبعا دي false لأن اللي موجود في الحالة الصلبة هو الأيودين، أما البرومين فده موجود في الليكويد ستيت. تمام، والكلورين والفلورين دول في الجاز ستيت. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده. بيقول لي الهالوجينز are not exist in nature in elementary state. ليه الهالوجينز ما تبقاش موجودة in elementary state؟ يعني ايه elementary state؟ يعني على هيئة element بس. تمام، يعني مثلا الهالوجينز هي زي الكلورين والفلورين والبرومين والايودين. ليه مش موجودين كده؟ كلورين لوحده والفلورين لوحده والبرومين لوحده. ليه دايما مثلا كلورين NaCl، مثلا البرومين KBR مثلا؟ تمام، ليه دايما معاهم حاجه كده تانية بوزيتيف ايون مرتبط معاهم كون سول؟ لانه هنقول له because halogens are active elements. لان هم active يعني بيعمل رياكشن، ما يعرفش يقعد لوحده. طيب halogens are called by this name. اقول لك على حاجة، كلمة halogen باللاتيني يعني ملح. كلمة halogen باللاتيني يعني ايه؟ يعني ملح. وhalogens هي الelements اللي بتكون املاح. تمام، هنقول له، يبقى هنقول له because halogens react with other elements اللي هي مثلا الميتالز to form salts. بتعمل رياكشن مع الميتالز عشان تديني salts، عشان كده سموها halogens يعني الايه اللي بتكون املاح. تمام، لان كلمه هالو يعني ملح او سولت، كلمه هالو باللاتيني يعني سولت. تمام، طيب تعالى بيقول لي ليكوفايد نيتروجين از يوزد ان كورنيا بريزرفيشن.
ليه النيتروجين السائل ليكوفايد نيتروجين بيستخدموه في حفظ القرنية بتاع العين، تمام، لحد ما ينقلوها للشخص اللي هم عايزين. هنقول له لان البويلينج بوينت بتاعتها قليلة جدا، تمام، ديو تو اتس لو بويلينج بوينت. كام اللو بويلينج بوينت بتاعتها؟ انت متخيل 196 under 0، تمام، خلاص. وبكده نكون خلصنا الفيديو القصير ده، وتابعوني ان شاء الله نكمل مع بعض في النوت بوك ونحل ونشرح الانسرز بتاعت المعاصر والايه والورك شيتس. والسلام عليكم ورحمة الله.